اليوم ورشة عمل تدريبية لتأهيل طلبة كلية اقتصاديات الأعمال لسوق العمل. تعرفون اليوم سوق العمل منافسة عالية، يحتاج الطالب الخريج إلى مجموعة من المهارات، ما عادت شهادة البكالوريوس بحد ذاتها تكفي للتنافس، وإنما لابد أن يتسلح كل واحد من خريجينا بجملة من المهارات. واحدة من هذه المهارات موضوع التسويق الرقمي، موضوع جدا مهم، وتهتم بالجهات المالية والمصرفية. كل أقسامنا تقريبا العلمية تهمهم هذا الموضوع، وحتى غير تخصصات، لكن احنا في صلب تخصصنا موضوع التسويق الرقمي، فكانت هذه الورشة حتى يقدر الطالب يتنافس مع أقرانه ومع الآخرين. التسويق الرقمي، اولا التسويق الرقمي او الديجيتال ماركتنج هو نشاط او هو مجموعه من الانشطه. الهدف العام احنا شلون نوصل فكره او شلون نوصل الصوره الذهنيه الاساسيه عن النشاط اللي نقوم به. تعرف اليوم التكنولوجيا تتطور والبيئه التنافسيه تتطور، لذلك اذا تريد تثبت نفسك لازم عندك خطه او مجموعه خطط تسويقيه حتى الاورجنايزيشن مالتك المنظمه اللي انت تشتغل بها تواكب التطورات. لذلك التسويق اليوم يشتغل او هو النمبر 1 في عالم المؤسسات والبزنس. التسويق الرقمي في ظل التطورات اللي صارت في عالم الاتصالات، صار التسويق الرقمي مجال كلش رائد وكلش متطور بهذا الزمن. فاليوم احنا دا نتعلم شنو المهارات اللي نكتسبها حتى نوصل فد مستوى عالي بهذا المجال.